بالعودة إلى ملف تزوير الانتخابات، ينضم إلينا من بغداد الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك مرة أخرى دكتور مناف، تسمعني هذه المرة؟ نعم أسمعك والله. أهلا بك دكتور. رئيس مجلس القضاء قال بصراحة بأن مزاعم تزوير الانتخابات بلا دليل قانوني، يعني كيف برأيك ستتعامل القوى المعترضة على مثل هذا التصريح وكيف يفسر هذا التصريح؟ سيدتي في البداية أن أحييك وأحيي جميع متابعي مشاهدي قناة اليو تي في. طبعا الأمور هي واضحة، يعني في الحقيقة لا توجد أدلة حقيقية، كل ما هنالك هي شكوك، هي عبارة عن تكهنات، لكن بالنتيجة على ما يبدو أن القوى المعترضة تريد أن تفرض إرادة سياسية. يعني في اجتماع الإطار التنسيقي الذي حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كانت النقطة الرابعة تتحدث عن إيجاد مخرج قانوني. بالنتيجة هم يعلمون جيدا أنه لا يوجد هنالك تزوير للانتخابات، لذلك بدأ الحديث اليوم عن مقاطعة العملية السياسية، بدأ الحديث عن يعني محاولات للحديث عن يعني إعادة الانتخابات، وأعتقد كل هذه قضايا غير حقيقية، هدفها هو فقط الضغط. غير حقيقية أي أنها لا تلامس الواقع برأيك؟ يعني إذا رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول أنه لا توجد هنالك أدلة تزوير حقيقية، يعني هو هذه أعلى سلطة في البلد، فبالتالي يعني من ما كيف من الممكن ان نستدل على ان هنالك عمليه تزوير من الممكن ان تؤدي الى اعاده العدوى الفرز او حتى الى اعاده الانتخابات. انا اقول ان الاعتراضات هي اعتراضات سياسيه، هدفها هي افشال ما طرحه هو التيار الصدري من ان الحكومه القادمه هي حكومه اغلبيه وطنيه وليس حكومه توافقيه، وبالنتيجه اعتقد ان الاخوه في الاطار التنسيقي يصرون ان الوقت لم يحن الآن للذهاب إلى الحكومة الأغلبية، وإنما يريدون البقاء على حكومة التوافقية، وبالتالي يعني هم يريدون الضغط من خلال الشارع، من خلال إثارة بعض الإشكاليات حتى يعني يمنعون إعلان النتائج أولا والمصادقة عليها، وبالتالي أيضا يحاولون الضغط للوصول إلى ما يريدون إليه. أيضا مفوضية الانتخابات قالت بأن الأصوات بلغت 700 ألف صوت، تسمعني دكتور مناف؟ نعم أسمعك واضح. المفوضية نعم. قالت بأن الأصوات الباطلة وصلت 700 ألف صوت، لكن بعض القوى شككت بهذا الرقم وقالت بأن الأصوات بلغت 900 ألف صوت، يعني برأيك إلى ماذا استندت الكتل المعترضة؟ يعني أنا لا أعلم ما يعني إلى ماذا تستند هذه الكتل، هي تقول لدي أدلة ولدي قضايا، يعني لا أعلم بالنتيجة. يفترض أن تعرض هذه الأدلة على القضاء، تعرض على المحكمة الاتحادية، لكن أنا أقول أن هذه الانتخابات يعني التي جرت بمراقبة دولية والتي تم الحديث عنها من قبل مجلس الأمن وقال بأنها كانت انتخابات على الرغم من قلة المشاركة لكن كانت انتخابات نزيهة، لم تحدث فيها حوادث يعني لا تزوير، ولا بالنتيجة كيف من الممكن أن نتحدث عن 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 وجود تزوير بهذا الشكل. أنا أقول أن المعترضون اليوم يعني أعود وأقول أن المعترضون يريدون أن يصلوا إلى إرادة سياسية، يريدون أن يفرضوا إرادة سياسية. تعرفين مثلا يعني أحد المقترحات التي طرحت هو الاعتماد على عدد أصوات كل مكون، يعني أصوات وليس على عدد يعني نتائج ومخرجات الانتخابات. بالنتيجة هم يريدون بأي شكل الحصول على يعني الحصول على جزء من المحاصصة أو جزء من الحكومة القادمة يعني بأي ثمن كان، وبالتالي يعني هم يريدون أن يضغطون بهذا الشكل للوصول إلى هذا يعني إلى ما يريدون الوصول إليه. دكتور مناف، هل لديك معلومات عن اجتماع قوى الإطار التنسيقي في منزل المالكي؟ يقال أنه الاجتماع الأخير، لم يصل الصوت، ربما انقطع الصوت مرة أخرى. دكتور مناف، هذا الصوت. نعم طيب. أسمعك الآن. هل لديك معلومات عن اجتماع قوى الإطار التنسيقي
في منزل المالكي، يقال أنه الاجتماع الأخير. يعني لحد الآن لم تطلع أو لم نطلع على مخرجات هذا الاجتماع، لكن بالنتيجة نعتقد اليوم أن هناك انقسام داخل الإطار التنسيقي، هنالك من يحاول يعني هنالك من يتحدث عن مقاطعة العملية السياسية، وهنالك من يريد أن يهدئ الأوضاع ويريد أن يجد حلولا سياسية. بالتالي أعتقد أن هذا الاجتماع سوف يكون واضح في عملية تعامل الإطار التنسيقي مع النتائج الانتخابية. طيب، في سؤال أخير دكتور مناف، في اليومين الماضيين تم طرح أسماء لرئاسة الوزراء منهم العبادي والكاظمي، برأيك ما مدى مقبولية يعني هاتين الشخصيتين بالنسبة للأحزاب؟ لا أنا أعتقد أن هذه الأسماء يعني تطرح بشكل غير رسمي، وبالتالي اليوم أعتقد من السابق لأوان الحديث عن أسماء لرئاسة الوزراء، اليوم الحديث عن يعني عن انتهاء من إعلان النتائج الرسمية والمصادقة عليها، وبالتالي بعد ذلك نلاحظ التفاوضات. يعني الحديث اليوم عن أسماء أعتقد هي عملية حرق لهذه الأسماء، وبالنتيجة اليوم الإطار التنسيقي الجزء الأكبر منه يرفض إعطاء دورة ثانية للسيد الكاظمي، وبالتالي أيضا ربما التيار الصدري والقوى الأخرى يعني تريد السيد الكاظمي، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المسألة والحديث عن هذه المسألة اليوم مبكر جدا. نعم، إذن الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.